عمو مصطفى يقول لك واش قالت لنا المعلمه تاعنا؟ واش قالت لكم؟ قالت لنا راجعوا مليح في العطله باش ما نديروش اخطاء في العربيه كيما طاطا بالمغبرين. يا ماما يا ولدي. عبدو قطوب سيكات فروت بالغبريات كوجتوار ديديكاس لولاد بلادي ساني ماضي قبيح في وجه الدولة قاعد يجرح البلاد انتهى الريح انا مسؤولة في الديسكو ليشطح الكاسي بيض ويزرح كي الشعب يتكاس وهو يفرح حكام راضيين بالعار واللي هد بيهم ما يتسرح وزارة التعليم مشروع تاع مسؤوليين وزيرة صهيونية حب تجيل أميين جامي نطق الترميم ما تعرفش من بدين تقول جابوها من اسطنبول يا بلادي رايحة وين إضراب مشاكل التلاميذ في دونجي بروغرام مشارجي والبروف ومدي كونجي وقت الحقنا ليه القراية ولاد بالسيدي البروف كونفرتيوه قرافيوه في دي في دي. هو نظام متعقد كبير وصفحة المدرسة يعني غير متقنعين بها حتى التلاميذ كان عدة يعني يتناقضوها كتير على الفيكتيم لي هو طالب يا إما يخرج بطل ولا كمضان يطلب بطال هذا كل عجل إهمال وتهميش وطلب بالوزيرة قاعدة تخطط طول برب دايرين إضراب رجعت لنا كل فئران ضربوا فينا الاستسلام من كلاسيك الألم إدركة حبيب نسيتها ولينا كل عبيد بسياسة استحمار تشموا في رحل الغاز وقاعدين تلعبوا بالنار بلا الطالب طار من الواقع كلبوا من بريسي ما يحبسوني بي نيشون ترميني بوليسي وانت شايعين برضو سيت نور ويست است كلكم اخبار جديد نوصات ولفنا بست رانا فايقين ما نجن نمشو بالكاشيات طلق برضو راحوا ضحية الاضرابات بالدراري باللبنات برضو بالولايات برضو في الجامعات برضو بالليسيات وقناعتهم مجردة ما نش طالبة مشردة نطلبوا بحقوق مشرفة ماشي حقوق مكفوفة انا كنت على نباب والسياسة رانا كونتر سياسة الطالب لي كان الحيط رانا كونتر السيستم لي جبتو هاد العام رانا كونتر الكلاب لي حاكمين هاد النظام راك تشوف الطلاب بالالف راهم مضرورين في الجامعة مرميين في ليبيا جراهم طايحين محركين بسياسة الشياطين جيب العام بعامين والدبلوم بست سنين من حين الى حين تلقاهم يابوندونيو عجال السابوطاج لي خلاهم ديما يعانيو وغروهم دي مافيا بيداغوجيك كان عطيك اكبر دليل سخص الطلبة تاع لوبتيك تجر بالاحتجاج للاهانة رافضين يحوسوا على الحلول للادماج طالبين هشي تراجيك في الاقامة الجامعية راو قالها الدوبل كانوا تقول مكة بالجاهلية الجهات المعنية مربية كلها معمية مادية كلها امية من وسكي راي جامي صاحية عادي كنشوف يونيفرسيتي رايحة تقول طالب مسكين وقعدوا يبريكولي وزيرة ديفولي في فرنسا في نابولي والشعب راهو ساكت والوقت قاعد ديرولي قولولي وقتها تحسوا بالشباب لي ضايعة راي طايحة راي خايبة في النيفو جامي طالعة راهي ضايعة وراهي طايحة جامي طالع.